شوف لك حد ثاني سوي. علاش ليش تسوي؟ هل سمح لي بس ارتيق بس ايديك شنو ايديك؟ حاول ايدك بالله لو تكرمت يعني عادي هيك. الصدقة ومساعدة المحتاجين أمر وصى عليه ديننا وهو من أخلاقنا وتقاليدنا، بس لما يصير عمل الخير هذا وتكون الغاية من الشهرة أو أنه ينتقص من كرامة الفقراء أو حتى يمن عليهم، فهنا الموضوع ما عادش فعل خير. هذه الفكرة درناها في الشارع ورصدنا ردة فعل الناس، تعالوا نشوفوا. احنا مدينين سلات رمضانية فهمتها، نقدموا فيهم للناس المحتاجة والجوال زي قدمنا شوية بس قدم شوية بس عادي. يشبه الكم يعني خشم ششبه الله يعزك. شكرا لك ربي يحفظك. بالله عليك ما تطلعنيش علي طوعي وراس اخي بصور صور 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 يا طيب صور ما تدوراش اقنع بالله عليك عادي صور هذا شو المشكلة شي بتصور يا ودي صور. احنا شو مدارين جو افطار في رمضان وجو هذاك فهمت للاطفال المحتاجه وجو بالله عليك انت لاقي ما تاكل لاقي ما تاكل صور صور بالله عليك صور بابا احنا بنعاونوك احنا في رزقك صور 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 بالله عليك صور صور ما بنعطوه باش ننزلوه احنا بس تبا يعني باش تنزل على اللي ظهره هو ما عادي شو المشكله ما الخير كله يديروا فيك يا طيب وجدت علي انا بس هي وقفت خلاص كيف الخير يديروا فيك الخير يديروا فيك كله يدير في الخير وتصور خير صور بالله عليك خلينا نمشي انا تعال خلاص انا ولا لا رخي وراسه خير والله العظيم يا ودي نقول لك انا والله ما عندها ما ياكل عندك باش توكل انت عندك باش توكل وقت لابا وقت لابا ما كلكم تو طلعتوا في الزعيم خوي فيها المواضيع هي لا كلكم تو خاني خاطم لبيل علي لقيت الولد مستحق وقفت عليه انا لا 100 الفزعه طبعا وهذا اللي تربينا عليه وكان واضح ان الشاب هنا مش راح يقبل باي تفاهم مع هالموقف الغلط اللي شايفه قدام عيني تمام ربي يحفظك تمام خلاص خلاص خلي 100% تعال ومالت بيه يا ما لا لا عادي ايش ايش باش مشكله ما احنا هذه الصوره الاولى خذتها ما احنا مدارين سلات رمضانيه فهمتها 100% ان احنا نوزع كل شيء عادي تصورنا مره ثانيه ما تحشمش روحك عادي هذه حاجه عاديه هذه بس شنو مضايقك انت يكون نعطيك الشكار ما تعطوكم شكاير احنا لك صبر لي بالك بس عاديه صورت اخوي من نعطي فيه طيب وانا نعطي فيه قلت لك لا لا خلاص يا مو عادية قصدي هي صورتين ثالثة مش مشكلة قصدي العالم كله يخدم به الشو هذا جت علينا احنا بس اقل شيء نستمر وحتى مع الناس الثانية عادي 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 صور 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 يا طيب صح يا ودي شو المشكلة يعني جت على صورة ثالثة انت صورت زوج جت على الثالثة يا ودي امسحها في وجهي وديرها الصورة الثالثة لا لا فوتو الموضوع هذا هذه شو المشكلة خيرك انت يدي انت بتعطيه ولا بتقعد تصور فيه تحط فيه يدي انت بتعطيه ولا بتقعد تصور فيه صورنا انا وياك لا قصدي عادية يا بابا فيهاش مشكلة طبعا كلهم صغار هيك هم يتحشموا بنزلها عادي شو المشكلة يا بابا ما هو نعم تصور انتبهت وانت تصور عادي ولا هذا شو المشكلة كده مش تصور مش نعطيك هما كلهم لا قصدي خيرك صور صور عادي صور مش مشكلة صور انا والمدلة فيهم بها صورتها تمام ما بناخذ احنا ثلاثه لقطات بها ما هذه شنو هيها بننزلها على الفيسبوك لان مدارين شنو جو سلات رمضانيه وجو هذاك فرحوا في الصغار تمام هاي لا تصورني شو بس هذه الصوره الاولى لا صورتها الصوره الثانيه وانا نعطي فيه في السله هي تمام هيا بابا لا قصة عادي نصورك شو المشكلة؟ ليش لو حاجات عادي متحشم ما بيش يبي يطلع في الفيس الجو هذاك عادي ايش بحلى ايش بحلى الراجل ايش كيف بشوش ويضحك حتى الراجل عجبته الفكرة يضحك عادي جوه منيح انت تو تنكتها لا شوفها لا بالصوت شوفك شوفها عادي بالذات واحد ثالثة خذهم عادي شوفها حتى الراجل منسى شو معانا قال لك اضحك هي الثالثة صورها صورنا طيب لا تصورنيش بالصور نبي نحكي بالصور
الصوره الثانيه طبعا الصوره هي بنزلوها احنا على الفيس تمام ان احنا مدينين هذه صله رمضانيه وتعرف انت يعني الخير كاتب صلى الله في البلاد انا تو بنعطيه بنسلم له بنعطيه حاجات وانت تصور تمام يعني من مد لو انت بتصور يعني حاجه عاديه هي دري شيء غلط فعلا وما يكفيش بس ان ما نشاركش فيه يلزم نقول ان الشيء غلط ويرفض ديننا واخلاقنا وانسانيتنا قبل عاداتنا وتقاليدنا حاجه عاديه يعني تشبه فيهم كلهم هيك يديروا شوف من حد ثاني صور شوف من حد ثاني صور معلش عادي شو المشكله خلص. انا ما بيش نصور لا بس صور صور اول حلو خليه يقول عادي بالله قدمها شويه طيب ترى واحده عادي عادي ولا ما فيها حاجه هو العالم كله يسوي يقول ما فيها شيء يا راجل اخدم على رزقك احنا ما قلنا ليش ما تخدمش يا بابا بلاش العمل الخيري انت لا يا ودي كل الخير يديروا فيه هيك ولا انا غلط يا اخوي صورتها يا ربي يعزك الله يحفظك تعال عاديه والله عاديه الله تعال فيها حاجه عيب عاديه عاديه نوض يا راجل اي نوض ما هو احنا بننزلوها على الفيس هذا مدارين احنا سله رمضانيه فيها الخير كله فهمت بننزلوا فيها الفيس فيها حاجه غلط يعني هذه خير ولا هيا لا هيا بابا حول ايدك يا بابا مبكي كنت متفاهم انا وياك قلت لي باي تو تبيش تصور قرب لي عادي عادي ما تدوراش يا شيخ باي احنا نساعدوك بقول لكش ما تخدمش انا اخدم عادي واحنا نساعدوك شو المشكله صور صور ما تدوراش صور صور ايه عادي حول ايدك يا بابا حول ايدك مش متفاهم انا وياك ان احنا بنصور تو لا بالله يزيد فاهم ما بكش انا متحشم مني ترى قول لنت علاش لبش تسوي لبش يسوي بكش انت يقنع مني كش ما فيك اكبر مني لحية وكي جوك مليح وبيوضية عادي مرة تاخذ مني قول له ما فيها شيء عادية عادي بحول ايدك حول ايدك يزيد تو خلاها بها 100% اخر صورة برا توكي لها اخر صورة برا 100% تمام ربي يحفظك تعال ما تحشمناش مش متفاهم انا وياك توا قصدي عاديه هي هالنوط هي متحشم نوط توا بالله لا كنت متفاهم انا وياك ان احنا بنصوروا توا لان احنا هذه مديرينها نعم ان احنا مديرين سله رمضانيه قصدي عمال في البدايه الشباب ما كانوش فاهمين الموضوع تماما بس لما فهموه بان عليهم الغضب ورفضوا انهم يشاركوا في هذا الفعل اللي ترفض النفوس الكريمه وواحد منهم اخذ الطفل على جنب باش يخفف عليه ويحسسه بالامان ايه بلاك صور معنا انا مدير شباب بس احنا مدير سنة رمضانية بنزلوها على الفيس يعني بنوروها للناس كلها احنا 100% بنتساعدها ايه تساعدها بدون ما تنزل في الفيس ولا تشغل تساعد اقل شيء الناس الثانية تتشجع هذا غدوة بعد غدوة بيكبر ناس بتعرفها بيجيش الكلام كثير فيه احنا نبوا ناس تشجع احنا يا طيب احنا مجموعة احنا برا سامحني بس ارديك ايديك شنو ايديك؟ حول ايدك انت كل واحد بنيتك كل واحد يخدم انت تخدم بنيتك تخدم بنيتك عاديه هذه عاديه هذه عاديه عليها بعدين اخدم 3 ساعات نقول نبي نصور معك يقول لي باي تمام من انا مصور وبنزلها الفاس احنا مدارين سلات رمضانيه واعمال خيريه نعم هو قال لي باي لي 3 ساعات نديه ما قال لي باي وهي نوض عاديه والله عاديه فا مشكله يا اولاد فيهاش مشكلة ما اسمع سامحني نقولك بس عاد تسمع كلام شوية هي سامح هي مش بالقوة تمام وهنا ليا فترة قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وكرامة الإنسان الفقير من كرامتنا كلنا وحتى لو نحب نقدم له المساعدة لازم نحترم مشاعره وهذا العشق كنت بشانك تعلى في عيونك سكن ولدك واللي ضلت رجاد لو عاملهم بصفة ما فيك سامح من قلبك ترتاح واحضن كل اللي ضرّوك وما تدلش من قال اسمح هيك عالراسي علّوك كنت بشانك تعلى في عيونك
سكن والدك.